قصري منيحة، قصري، شدي ايدك. ليش عم تنفخي؟ ما عم نفخي. وقفي عندك انتي، خلصي اللي بايدك. سعدة تعي انتي، افتحي تعي. السلام عليكم. يا سعدة، مين اللي خدي خدي خدي؟ اسلموا ايديك. امسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين صابر، تفضل فوت. يا محمد، تموت هواك ولا اسمعك، انا دايبه فيك اشواق وحنان. مساء الخير. شو راسك عم يوجعك؟ ما نجيب لك حبه سيتامول؟ اخذت 3 حبات. ليش مالك نايمه؟ والله اذا نمتي بترتاحي. عم استناك. خير؟ انا ما عاد فيني. ما عاد فيكي شو؟ ما عاد فيني اتحمل العيشه. مفهوم. والحل؟ ماني قدرانه اتحمل شوف اولادي عم يربوا مع غليص وطرطيرته. ما بعرف شو كمان. غليص ما نرفيه ولا رجع. ابنك قدم له خدمة بدافع إنساني. تخيل الدافع الإنساني تبعك. لك يا سميرة، نحن أولادنا تحت نظرنا وقدرانين نتحكم بالأمور. شو بكي؟ بهيك وسط؟ بهيك حارة؟ طيب نحن عايشين هون، شو نعمل؟ أصبح اسمع، أنا بكرة بعد المدرسة ماني راجعة لهون. وين بدك تروحي؟ يعني ما بتعرف؟ لا بعرف. يا ترى بفهم هالشي إنك عم تطلبي الطلاق؟ أنا على هالبيت ما عاد أرجع. والولاد؟ يومين كمان برجع باخدهم. وهالشي بيريحك؟ ماشي، أنا بدي إياك تكوني مرتاحة.